ديال ستودنت جايد هادي واحد العامين، مني شفت بان الطلبه كيستافدوا اكثر بالتوجيه بالنظر، يعني كيستافدوا اكثر مني كيهضر معاهم واحد الطالب اللي هو تقريبا قريب فلاج ديالهم، حسن ملي كيستافدوا من الموجه. دونك جي لونسي هاد لو بروجي هادي 2 سنين، بدينا كنخدموا في دي ليسي بوبليك اي بريفي بيان سور. بدينا لا بروميير اكسبيريونس ديالنا كانت في ليسي كتبيه، كنا كنديروا ان بروغرام العام كامل، ماشي كنمشيو اون سول سيونس، مي كتكون بحال قلنا واحد المتابعه شاك موا كنديرو اون سيونس. لا سيونس الاولى كنا كنخدمو فيها على كومون بريباري سان باك، يعني كيفاش تراجع، كيفاش تحفظ المواد الحفظ اللي عندنا بحال الفلسفه واللونجلي، يعني المواد اللي هي ادبيه، كيفاش نخدمو الرياضيات، كيفاش نخدمو الفيزيك و اس في تي. مهم دونك كومون بريباري سان باك. لا سيونس الثانيه كانت كنخصصوها باش نهضروا على لي كونت زيكول، كنجيبو دي لوغيا و دي ستوديون اللي كيكونوا كيقراو في مدارس عليا وفي الجامعات، باش يبارطاجيو مع لي زيليف ديالنا التجربه ديالهم. وكذلك كيكونوا دي طابل غوند اللي كيقدروا التلاميذ طبيعة الحال يسولوا الاسئله اللي بغاو، وحنا كنعطيهم زعما اجابات على قدر المستطاع، يعني كنبارطاجيو معاهم ليكسبيريونس ديالنا في هذوك لي زيكول. بالنسبه للثروزيام سيونس كتكون عندنا واحد البارتنريا مع اون اسوسياسيون اللي كدير لهم شويه ديال الدعم النفسي، شويه ديال لا موتيفاسيون، كيفاش توجد الباك ديالك في اخر زعما ديك المراجعه ديال الدقيقه 90، كيفاش باش ما تنساش لي زانفورماسيون، كيفاش نخدمو بالخريطه الدينيه اللي كنلخصو فيها جميع المعلومات باش يبقاو راسخين لينا في الدماغ ديالنا افون الامتحان. دونك سي سا ليدي. مي مالوغوزمون مع كاينه هاد الحاله ديال الطوارئ اللي كتعرف على البلاد ديالنا، دونك قلنا علاش لا نديرو دي لايف بحال هكا، زعما اللي يكونوا بحال فاش كنمشيو عند الطلبه المؤسسات كيكون واحد اللقاء تواصلي. قلنا علاش لا نديرو لقاء تواصلي مباشر على تطبيق زوم باش تعمل استفاده، فيكو ما كاينينش الملتقيات واللي كيكونوا كيكونوا في هاد الوقيته. دونك سي سا ليدي لي ممتاز. يعني حاليا يمكن نقولوا بان هذه الطريقه الثانيه انه بتمشيو عندهم للدار قاعدة اكثر، يعني غتوصل عندهم للدار دونك تصغى بكم. يعني صراحه الفكره ديال ان الشخص يتعلم من عند طالب دونك يكون اكثر، لان واخا نمشيو نلقاو كتبه لين صار بطبيعه الحال غنلقاو في كتبه غنلقاو مجموعه المعلومات، ولكن الطالب هو اللي غادي يعطينا معلومات اكثر على لين صار. او غير يمكن نقولوا في واحد جوج دقائق تقريبا اشنو هما الامور اللي غتنصح بهم الطالب بالنسبه ليه باش يدخل مباشره لين صار وباش يدوز للكونكور، وشنو هما لي كونساي باش يكون في ليتيود ديالو في داخل المؤسسه. نعم، بالنسبه لي اول حاجه اللي ننصح بها التلاميذ اللي هما دابا كيوجدوا البكالوريا ديالهم هو انهم يحطوا هدف قدامهم، لان ان باش تخدم وتحفظ وتوجد الباك وانت ما حطش واحد الهدف قدامك راه كتكون بحال كتكون كنقولوا الماء في الرمله. يعني ضروري اولا خاصنا نحددوا الهدف ديالنا، يعني نحددوا المدرسه اللي بغينا ندخلوا لها او المدارس اللي بغينا ندخلوا لهم. الحاجه الثانيه يعني كنمشيو كنقلبوا على هذيك المدرسه، كنقلبوا شنو هما المواد اولا اللي كنقراو، زعما كنركزوا عليهم في هذوك لي زيكول. باغ اكزومبل في لينسا خاص الطالب او التلميذ اللي كيقرا في البكالوريا يعرف بان لينسا كنقراو فيها العلوم التطبيقيه، كنقراو فيها المات، كنقراو فيها الانفورماتيك، كنقراو فيها الفيزيك، بزاف ديال الفيزيك وبزاف ديال المات، وما كاينش ما كنقراوش فيها علوم الحياه والارض. يعني الطالب اللي كيحس براسو انه كيبغي، انا كنأكد على خاصك دير شي حاجه اللي انت كتبغيها وشي حاجه اللي كترتاح فيها باش تعطي فيها من بعد. دونك الطالب اللي كيبغي الرياضيات وكيبغي الفيزيك وكيبغي الانفورماتيك راه لينسا راه واحد لو شوا اللي هو بارفي بالنسبه ليه. دونك قلنا الحاجه الاولى هي نحددوا الهدف ديالنا، الحاجه الثانيه هي نديروا داكشي اللي كنبغيو وداكشي اللي كنحسوا براسنا اننا نقدروا نعطيو فيه ونقدروا نديروا فيه. يمكن نقولوا ملي تدير شي حاجه اللي انت تتبغيها قال لك اختار العمل الذي تحب، ومن بعد راه غتحس براسك ما عمرك ما خدمتي فعلا. نعم، والحاجه الثالثه اللي هي زعما كنتوجوا بها هاد جوج الحوايج اللي هضرت عليهم هي انني نخدم مزيان باش نجيب واحد النقطه مزيانه في البكالوريا اللي تخول لي انني ندخل هذيك المؤسسه.
دونك ملي كنسالوا البكالوريا ديالنا وكنجيبوا هذيك النقطه، دونك كنوليو كنفكروا في لو كونكور. لو كونكور ما غاديش دابا كتهضر معكم طالبه اللي هي دازت من هذه المرحله، ما نقولكمش بان داكشي اللي كتقراو في الباك اولا داكشي اللي كتوجدوا البكالوريا ديالكم بانه كافي انكم تدخلوا انكم تفاليديو هذاك لو كونكور فاسيلمون. دونك جوست ابري ما تشدوا الباك وترتاحوا واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ، انا بالنسبه لي حتى دوك لي 3 جوغ ما استريحيتهمش. دونك نيشان خاصنا نجبدوا ثاني كتبنا وخاصنا نجلسوا له خاصنا نجلسوا للارض وخاصنا نبداو لا بريباراسيون، سواء انك تبريباري بوحدك في الدار، سواء انك تلتحق بواحد من المعاهد اولا تستعن باستاذ اولا مهم يعطي الله ديك الساعه الوسائل. دونك لا بريباراسيون ديال لو كونكور راه هادي هو ما يوقفش الانسان لي سونسي هو يبريباري. اما باش نقولوا اجي نستراح واحد الشهر لواحد 15 جوغ، اكون متاكد بانك غادي تنسى كاع داكشي اللي قريتي وغتبدا من الزيرو وغادي ترون. دونك غير نساليو البكالوريا ديالنا واحد 2 جوغ ولا 3 جوغ نبداو الخدمه ديالنا وغادي نقول غادي نستراح من بعد. دونك لو كونكور كما قلنا كيدوز في لو موا جويي ديك الساعه، ولكن دابا ما عرفناش امتى غادي يدوز. الكونفينمون كاين دونك ما نعرفش حتى شي دات يقدر تقريبا. المهم حنا ماشي مشكل عندنا، حنا نساليو البكالوريا ديالنا ونبداو لا بريباراسيون ديالها، وقت ما عيطوا لينا ندوزو راه غادي نكونو حنا واجدين. لو كونغو كيكون فيه الفيزيك الشيمي والمات، ما كيكونش فيه العلوم الحياة والارض، وكيكون ان بي سي ام اللي كيكون فيه سيستم كندي، يعني نقطه الى جاوبتي صحيح راه عندك زائد نقطه، الى جاوبتي خطأ راه عندك ناقص نقطة، ولا ما جاوبتيش غادي تاخذ صفر. دونك الا ما عرفتش حسن صفر حسن من موانزة. فوالا ما تغامرش. وي اللي ما عرفش يخلي داكشي خاوي، وانا تنهضر معاك زعما بيرسونيلمون الحاجه اللي ما عرفتهاش ما كانش كنعطي كاع دماغي انني نقول اجي غير نقمر على الله، لحقتاش غادي تقمر غدير ناقص واحد، انت راه زايد فيك هذاك الواحد. دونك ما عرفناش الحاجه كنخليوها خاوي، اللهم صفر ولا ناقص واحد.